تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سوقا شعبيا جنوب العاصمة بغداد بحسب مصدر أمني عراقي. وتشهد العاصمة تفجيرات بشكل مستمر رغم استمرار القوات الأمنية العراقية بشن مزيد من العمليات العسكرية شمال وغرب بغداد لملاحقة الخلايا النائمة التابعة لداعش. كثفت الولايات المتحدة من هجومها على نظام الأسد وروسيا بعد الهجوم الكيميائي الذي شنته قوات الأسد على بلدة خان شيخون. وقال مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية إن الأسد ما يزال يمتلك أسلحة كيميائية ويستخدمها عمدا. واتهم المندوب الأمريكي روسيا بتقديم العون للأسد قائلا إن موسكو دعمت قواته في محاولة إخفاء الحقيقة. أعلن ضابط أمريكي أن قواعد الاشتباك المعتمدة في الضربات بقيادة أمريكية على تنظيم داعش لم تتبدل في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأضاف الضابط أنه لم يتم تعديل الإجراءات الأمريكية نتيجة تغيير الإدارة، مشددا على حرص التحالف على تدقيق مشدد في الأهداف المحتملة لتجنب ضحايا مدنيين. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن أكبر قنبلة غير نووية ألقتها الولايات المتحدة في أفغانستان أدت إلى قتل 36 مسلحا على الأقل من تنظيم داعش باستهدافها شبكة أنفاق عميقة للتنظيم مستبعدة سقوط مدنيين في القصف. وقالت الوزارة إن القصف دمر عدة مخابئ ونفقا عميقا متشعبا في القاعدة التي كان يستخدمها داعش لشن هجمات في مناطق أخرى من الإقليم. أفادت مصادر محلية يمنية أن مسؤولاً أمنياً قتل بهجوم مسلح يعتقد أن منفذيه على علاقة بتنظيم القاعدة في محافظة أبيان جنوبي البلاد. وأضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا النار على المسؤول الأمني أثناء مروره بسيارته في منطقة مفرق الوضيع في المحافظة، ما أسفر عن قتله على الفور في حين تمكن المسلحون من الفرار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية مشكلة سيتم التعامل معها، وذلك وسط تكهنات متزايدة بشأن اعتزام بيونغ يانغ إجراء سادس تجربة نووية. وأكد ترامب أن بلاده وحلفائها سيتعاملون بالشكل المناسب مع التهديدات النووية التي تمثلها بيونغ يانغ في حال عدم تدخل بكين بفعالية، معتقدا أن الرئيس الصيني سيبذل قصارى جهده للمساعدة في مواجهة هذا التحدي. نهاية الموجز، في أمان الله.